2 تبدأ من 3 من 30 48 إلى 17 0. النقطة الثالثة تبدأ من 30 48 إلى 15 10، والنقطة الرابعة تبدأ في الاحتفاليات 31 48 إلى 15 10. إذن القيادة العامة، القوات المسلحة، غرفة العمليات الرئيسية تعلن عن إنشاء منطقة حظر جوي تقريبا بطول 200 كيلومتر، تقريبا 195 كيلومتر بالتحديد، وبعرض في أقصاه 110 كيلومتر. هذه المنطقة هي منطقة حظر جوي تحت سيطرة الرادارات وسيطرة وحدات الصواريخ بقوات الدفاع الجوي العربي الليبي، وكذلك طائرات الاحتراز المتواجدة الآن في القواعد الجوية في هذه المنطقة. إذن نحذر كافة الطيران العسكري والمدني من دخول هذه المنطقة ومن مرور من هذه الأجواء، ستكون عرضة لنيران وحدات الدفاع الجوي، ونحن ننبه إلى ذلك. يجب الآن أن على هيئة الطيران المدني إعلام الخطوط الجوية الدولية وإعلام كافة من يعني من الأمر بهذا القرار. بقية الأراضي الليبية بالكامل هي تحت استطلاع القوات الجوية. أي هدف، أي تحرك يهدد الأمن في ليبيا أو يهدد أي وحدة من وحدات القوات المسلحة أو أي مدينة من المدن الليبية، القوات الجوية تتعامل مع هذا الهدف حسب أوامر غرفة العمليات. وبالتالي هذه منطقة حظر جوي، ولكن لا نعني بها قفل هذه المنطقة فقط، بل كامل الأراضي الليبية هي تحت السيادة وتحت القوانين المنظمة لعبور الطائرات ولاستخدام الأجواء الدولية. هناك قانون دولي ينظم هذه الإجراءات، معمول بها. أي خرق لهذه الإجراء، أي خرق وعدم التواصل مع جهات ذات العلاقة على الأراضي الليبية التي تعطي الإذن بالمرور، سنتعامل معها بشكل عسكري وبشكل مهدد أمني يهدد أمن الملاحة الجوية في هذه المنطقة. إذن منطقة الحظر الجوي تبدأ من شرق مدينة السرت، من منطقة السلطان إلى ما بعد منطقة الهيشة، إلى منطقة بالقرب من أبو نجيم أو زمزم، إلى هذه المنطقة بالكامل. هذه منطقة الحظر الجوي. نعيد الإحداثيات. النقطة الأولى هي نقطة أي على الخريطة، 31 شماليات، الإحداث الشمالية 31 40، 17 شرقيات 17 صفرين. النقطة الثانية 30 48 شرقيات 17 10 17 صفرين. النقطة الثالثة شماليات 30 48 شرقيات 15 10. النقطة الرابعة 31 48 شماليات وشرقيات 15 10. إذن هذه هي منطقة الحظر الجوي التي تم تحديدها من غرفة العمليات الرئيسية، وهي تحت سيطرة وحدات الدفاع الجوي من الرادارات والوحدات الصاروخية الميدانية والاستراتيجية الموجودة في هذه المنطقة. وبالتالي نحذر وننبه كافة مستخدمي الأجواء الليبية لهذا التنبيه وهذا الحظر المفروض من غرفة العمليات الرئيسية. بإذن الله ستجد هذه الخريطة على موقع أو على صفحتنا على تويتر وعلى الفيسبوك وعلى كل وسائل المتاحة لدينا، سيتم نشر هذه الخرائط مع الإحداثيات. بالنسبة للموقف الميداني، نحن حذرنا ونقلنا تحذير غرفة العمليات الرئيسية بمنع نقل أي معلومات عسكرية عن تحركات القوات المسلحة، ورشدنا إلى عدم التعامل بعاطفية أو تعامل بأي أسلوب من الأساليب مع تحركات القوات المسلحة. نحن نعلم أن الكثير يفخر بحركة القوات المسلحة، الكثير يفرح عندما يشاهد أرتال وقوات تتحرك، ولكن للأسف نحن عندما نعلن الحظر على النقل أو الصمت الإعلامي عن جانب معين، هناك إجراءات تتم لا نريد تسليط الضوء عليها، ولا نريد أن نؤمن نقل المعلومات للعدو بطريقة سلسة ونشارك بالتالي في الاستطلاع الخاص بهذا العدو. اليوم سمعت مراسل لقناة من قنواتنا من قناة العربية متواجد في سرت، ونقل حقيقة الموقف نقل غلط. ثانيا هو غير مسموح له بنقل هذا الموقف، يعني شارك في خرق تحذيرنا ومنعنا لنقل المعلومات العسكرية، ثانيا شارك في نقل معلومات مغلوطة
وهو حقيقة غرفة عمليات سرت يجب أن يكون لها، أو إدارة التوجيه المعنوي يجب أن يكون لديها مكتب في سرت، هي التي تعطي تسريح دخول الصحفيين وتراقب الصحفيين في هذه المنطقة. اليوم كذلك من في الموقف العسكري، إحدى طائراتنا المقاتلة طراز L39 كانت في دورية في الجنوب الغربي واضطرت للهبوط اضطراريا على الحدود مع النيجر، ولكن الحمد لله الطيار ومساعد الطيار بصحة جيدة وبسلامة، والآن وصلوا إلى القاعدة التي انطلقوا منها نظرا لوجود خلل فني في هذه الطائرة، تم الهبوط بها بكل حرفية في مكان صعب جدا، ولكن الحمد لله الكفاءة العسكرية استطاع هذا الطيار الهبوط بالطائرة بشكل سليم جدا، والآن سيتم نقل الطائرة إلى الإصلاح، إلى وحدات الإصلاح في القاعدة المختصة بهذه الطائرة، فنقول للطيار الحمد لله على السلامة. غير ذلك لا توجد لدينا أي معلومات عسكرية على الإطلاق. ونحيي حقيقة نشطاء الفيسبوك، الكثيرين من نشطاء الفيسبوك، المجموعات على الواتس والمجموعات على الفايبر التي الآن امتنعت عن نقل أخبار القوات المسلحة، وامتنعت الآن عن نقل تحركات القوات المسلحة نحو المحاور أو نحو منطقة العمليات التي تدار فيها الآن معارك مع العدو. بالنسبة لموقف مصر، لا نعلم لماذا الناس مستغربين من هذا الموقف. هذه مصر، هذه مصر عظيمة بتاريخها، عظيمة بمواقفها، عظيمة بعظمة شعبها، وعظيمة بمبادئها، تمتاز بالعروبة وتمتاز بالوقفة في أثناء الكرب، وهذا شيء معروف على مصر. دائما نحن نقول أن هذه المعركة ليست معركة وطنية، يعني نعني بهذا الكلام أنها ليست معركة ليبية من الحدود كذا إلى حدود كذا أو من البحر إلى الصحراء، لا، هذه معركة خطيرة جدا تتعدى حدود الوطنية وتتعدى حتى حدود المنطقة الإقليمية. هذا الخطر الداهم الذي يشكله التكفيريين والمتطرفين الذين يقودهم الآن الخليفة أردوغان وزمرته الفاسدة وعملائه في ليبيا الذين يهددون الأمن الدولي ويهددون السلم الدولي، هم من أوصلوا المنطقة إلى هذا التصعيد الذي يجب أن يكون منذ البداية. نحن دائما منذ 2014 نحن نتحدث على معركة قومية أو إقليمية تحدث الآن، وأن القوات المسلحة العربية الليبية بتاريخها المجيد تحارب نيابة عن العالم وعن المنطقة العربية. جمهورية مصر العربية وخاصة القيادة العسكرية تعلم ذلك جيدا، وكانت خطوة بخطوة مع القيادة العامة، وكانت دائما سند في كل محفل دولي للقيادة العامة، ولكن تقريبا ما وصلت إليه الأمور من تصعيد تركي واحتلال مباشر للأراضي العربية الليبية واحتلال مباشر إلى مقدرات الشعب الليبي، والهدف التركي واضح جدا، السيطرة على قاعدة انطلاق قوية نحو دول الجوار ونحو أوروبا من خلال السيطرة على النفط والغاز ومقدرات الشعب الليبي. هذا التهديد الأمني لا يهدد ليبيا فقط، ولا يهدد مصر، ولا يهدد المنطقة العربية، بل يهدد كذلك أوروبا ويهدد دول أخرى لديها شراكات مع الشعب الليبي في النفط والغاز. وبالتالي جاء الموقف المصري على قناعة بأن المعركة هي معركة قومية، فلتحيا القومية العربية اليوم التي كادت أن تندثر، ولكن الحمد لله الذي مد الله في عمرنا حتى رأينا المارد العربي ينهض، وحتى رأينا الردع العربي القوي يظهر وبقوة وبصلابة أمام العالم أجمع. هذا ليس تحالف مثل ما يقول البعض، هذا ليس تحالف السراج مع أردوغان أو تحالف الأخوان المسلمين مع، لا، ليس تحالف، بل هذا وجود مشترك، تاريخ مشترك، حدود مشتركة، هذا شيء آخر غير موجود في قاموس أردوغان على الإطلاق، وغير موجود في قاموس بعض الذين يدعون أنهم اليوم من الأتراك. بالأمس سمعنا كثير من الصفحات على الفيسبوك والإذاعات تقول أن هناك ليبيين من أصول أتراك، وهذا الكلام هذا كلام غير حقيقي، ولكن يحاولوا من خلال تسويق شيء ما، وهو الوصول إلى توقيع اتفاق مع السراج وإعطاه مع أردوغان وإعطاه شرعية. الشرعية التي استند عليها السيد فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي هي شرعية القومية العربية، هذا أمن قومي عربي، أمن قومي عربي يهدد كامل المنطقة العربية. أردوغان قال نقاتل من أجل إرث أجدادي،
يعني يقاتل من أجل مصر وتونس والجزائر والمغرب وموريتانيا، ويقاتل من أجل أن يصل إلى السعودية وإلى كل المنطقة العربية. هذه نقطة. النقطة الثانية، الرسائل وصلت إلى جمهورية مصر العربية، وصلت عن طريق الفيديو، وصلت عن طريق المصريين الذين تم إهانتهم وتعذيبهم في طرابلس. الرسائل وصلت أن هذه الجموع الإرهابية التكفيرية المتطرفة التي الآن في مدينة مصراتة وطرابلس تريد الوصول إلى الأهرام، وتريد الوصول إلى سيناء، وتريد الوصول إلى القاهرة. هكذا وصلت. وبالتالي الدفاع من حق كل مكون أو شخص أن يدافع على مصالحه، عن أمنه، على استقراره. ودائما نقول أن استقرار ليبيا وأمن ليبيا ونجاح القوات المسلحة ونجاح المشير خليفة حفتر في خلق عمق أمني استراتيجي لمصر وصل إلى 1200 كيلومتر لم يأتي بالساهل، لم يأتي هكذا، بل أتى بجهود، أتى بتضحيات، أتى بإكبار وإعادة تفعيل المؤسسة العسكرية الليبية. وبالتالي القيادة المصرية مقتنعة قناعة كاملة أن القوات المسلحة العربية الليبية ستنجز هذه المهمة، ولكن التدخل التركي والغزو التركي أثار بعض المشاكل. الآن من واجب الجميع، وهذا الخطر الداهم لا يهدد ليبيا ومصر فقط، ليبيا، مصر، تونس، الجزائر، كل هذه المنطقة، يداهم التيار الوطني وليس التيار الأخواني الذين يدعون الإسلام وهم يكفرون أمة الإسلام. وبالتالي جاء هنا الدور المصري الريادي والقيادي في دعم شقائه الليبيين. هذا الدعم ليس من اليوم. كلمة السيد الرئيس جاءت في مكان وتاريخ مميز أو مميزين. المكان في سيدي براني في منطقة غرب الإسكندرية في محافظة مطروح. ماذا يعني هذا المكان؟ هذا سؤال يجب على كل ليبي يسأل أو مصري يسأل، ماذا يعني؟ لماذا الرئيس السيسي خرج من هذا المكان من سيدي براني؟ هذا المكان في سنة 1940 كانت أول معركة بين التحالف والمحور في الحرب العالمية الثانية، دخلت فيها قوات الجيش الليبي أو قوات إدريس السنوسي، دخلت في معركة إلى جانب الإنجليز ضد الطليان في هذه الموقعة. أول معركة يدخلها الجيش الليبي هناك، واستمر هذا الجيش في دحر المستعمر الإيطالي مع التحالف حتى وصلوا إلى تحرير الأراضي الليبية. إذن هذه نقطة مهمة جدا. النقطة الثانية، العامل الاجتماعي، وهو أهم عامل في السياسة الليبية، العامل الاجتماعي من خلال الحكماء والعقلاء والمشايخ، هذا العامل والمكون دائم، غير مرهون بانتخابات، غير مرهون بأي عامل سياسي، غير مرهون بأي عامل مادي، بل هو مرهون بالعامل الأصالة والانتماء لهذه الأرض. وبالتالي خرج هذا البيان بوجود مشايخ وأعيان من ليبيا. النقطة الثالثة، لا يريد مثل تمسك الأخوان كثيرا، وننصحهم لا يتمسكوا، أن يقرأوا ما بين السطور وأن يقرأوا ما بين الحروف كذلك، لا يتمسكوا بقصة الجفرة وسرت. الجفرة وسرت يسلم الرجال الذين يوم 6/6 الماضي صمدوا هناك وكتبوا هذا الخط بدمائهم من الجيش الوطني الليبي، ولكن هؤلاء الأغبياء ذهبوا لتفسيرات ومحاولة تشويه الرأي العام ومحاولة تضليل الرأي العام وممارسة قناة جزيرة للإعلام المغلوط لضخ معلومات مغلوطة. هذا الخط يعني وصول الإرهاب. السيد الرئيس لم يتكلم على نفط ولا تكلم على غاز ولا تكلم من هذا الخط. يجب حل الميليشيات في طرابلس، يجب حل الميليشيات في طرابلس وتسليم السلاح إلى الجيش الوطني، السلاح الحربي حكر للجيش الوطني الليبي فقط، السيادة حكر للدولة الليبية فقط، لا توجد سيادة مجزأة، السيادة والحرية والكرامة لا تتجزأ. هذا الموقف المصري، نحن نثمن عاليا هذا الدور، ونثمن دور البرلمان المصري الذي حقيقة البرلمانيين المصريين مثل البرلمانيين التوانسة الأبطال الذين يتصدون الآن للأخوان ولتغلغل الأخوان والاستعمال هذه الورقة الفاسدة، ورقة الأخوان من قبل العدو. الآن العدو الرئيسي يستخدم في هذه الورقة الفاسدة، ورقة الأخوان وورقة الليبية المقاتلة وهي تنظيم القاعدة وورقة تنظيم داعش. هذه الورقات الآن سقطت،
نحن صرنا مع السلام. سيدي القائد العام اتخذ قرارات صعبة جدا، اتخذ قرار بوقف اطلاق النار واعلن الهدنة اكثر من مرة بالرغم ان قواتنا تتقدم، اتخذ قرار التراجع وإعادة التموضع في سرت وجفرة برغم ان قواتنا على مشارف قلب العاصمة، اتخذ قرارات من اجل السلام ومن اجل الاستقرار ومن اجل كف هذه الدماء التي تسيل بغير وجه حق على الأراضي الليبية. هو يعلم ذلك جيدا، يعلم التاريخ جيدا، ويعلم كذلك أن المعركة فيما لو تطورت ستكون ليبيا ساحة لمعركة دولية، كنا لا نريد ذلك. حقيقة نحن نحيي الدور العربي بصفة عامة، الدور القومي، نحيي الدور المصري الفاعل في إرسال هذه الرسالة القوية، قال نحن جاهزون لفرض الأمن، فرض الاستقرار، مساعدة الأخوة الليبيين على إرساء قواعد الأمن والاستقرار على كامل الأراضي الليبية. هذا هو المطلوب منذ البداية. منذ البداية سيد القائد العام أعلن الثوابت الوطنية لعملية الكرامة التي بعد ذلك تحولت وبمطلب شعبي إلى ثورة جديدة لإنقاذ ليبيا والبدء في عصر جديد، وهي الثوابت الوطنية. الحرب على التكفيريين والمتطرفين واجب مقدس على كل ليبي، وبالتالي يجب إنهاء هذه الحرب وهذه المعركة بإنهاء هذه الشراذم التي تعمل تحت رايات غير مرئية لنا، ولكن نحن نعرف كل ما يدور في هذه المنطقة ونعرف كذلك المحركين الأساسيين لهذه الحرب. الثابت الثاني وهو حل الميليشيات وفك الميليشيات وجمع السلاح الغير شرعي ومحاربة الجريمة، هذا من اختصاص القوات المسلحة العربية الليبية من أجل تسليم البلاد بعد ذلك إلى وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية. الآن أضيف لهذه الثوابت حرب المعلنة ضد التغلغل التركي وضد الغزاة الأتراك الذين بعد خطاب الرئيس السيسي بدأت هناك أمرين تظهر في خطابهم. الأمر الأول دائما تحدثون أن اتفاقياتنا مع طرابلس بناء على طلب من طرابلس مش منا، يعني من السراج وفتح باش آغا وخونة. هذه نقطة. النقطة الثانية نحن نحترم أمن مصر. كيف تحترم أمن مصر وأنت ترسل لهم الرسائل اليومية جايينك يا سينا جايينك الأهرامات ونكتب اسم مصراتة وأردوغان على الأهرامات؟ هذا أمر صعب. هذا قادة كبار وصلوا إلى هناك وتم قطع رؤوسهم. هذا أمر صعب، أنت لم تستطيع الوصول إلى ترهونة إلا تحت الطيران المسير التركي، لم تستطيع الوصول إلى ترهونة وتشرد أهل ترهونة وترتكب الجرائم والفضائع ضد أهل ترهونة وضد أهالي النواحي الأربعة والعربان والأصابعة وبالوليد وهذه المنطقة إلا تحت الطيران المسير التركي والمدفعية التركية وطائرات الاستطلاع التي تحوم في الجولة نعرف لها جنسية. فنطمئن لجميع الليبيين أن الموقف العسكري يسير بشكل ممتاز جدا. ابتعدوا عن الأخبار وابتعدوا على التشويش على الرأي العام وابتعدوا على الإشاعات التي تنشر من هناك. هناك صفحات على الفيسبوك تحمل أسماء لها علاقة بالوطن ولها علاقة بالقبائل لها علاقة بالقيادة العامة وفي الواقع هي معادية، هي مضللة. ابتعدوا عنها، خليكم في ثقتكم في جيشكم قوية، في السياسيين والبرلمان ثقة قوية، والحمد لله كل التدابير بعد 6/6 بدأنا في جني ثمارها. بدأنا الآن في جني ثمار 6/6/2020. بالتالي نطمئن الجميع أن أوضاعنا العسكرية ممتازة، أوضاعنا السياسية ممتازة، ونطلب من الله سبحانه وتعالى أن يوفق قادتنا إلى ما فيه خير هذه البلاد وأمن وأمن المواطنين والوطن. في نهاية هذا المؤتمر حقيقة أود أن أؤبن صديقي وزميلنا في الدفاع الجوي العقيد حسين عمار مبارك، وهو من منطقة صبراتة. هذا الضابط من الدفعة السابعة من كلية الدفاع الجوي، عمل في مدينة طبرق، كل عمله كان في مدينة طبرق في معسكر الشيلكة، كان آمرا لهذا المعسكر. تم خطفه من صبراتة من أهله، وتم تعذيبه في الردع، تم حتى إزالة الأظافر، تم تنكيل به حتى توفي تحت التعذيب
من قبل حوالي الآن أسبوعين تقريبا تم قتله في الردع في منطقة معيتيقة. فنتقدم إلى أسرته بحر التعازي. كان من الضباط الممتازين الجيدين حقيقة. هذا الرجل يكون معزة خاصة لمنطقة طبرق، فنعزي أهل طبرق كذلك في رفيقهم الشهيد عقيد حسين عمار مبارك. نحييكم جميعا، نحن المتواجدين معكم على مدار الساعة نراقب ونتابع في الموقف. السيد القائد العام دائما يحثنا على استمرار التواصل من أجل وضع الليبيين في الصورة الحقيقية. إذا كان هناك أي طاري سنكون معكم في مؤتمر عاجل، غير ذلك سنلتقيكم بإذن الله تعالى في المؤتمر الصحفي يوم الأربعاء القادم. أشكركم جميعا، أحييكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم. إذن مشاهدينا تابعنا سويا هذا المؤتمر الصحفي.